تلات مقلوبة. الفرق انت كان بس مقلوبة. شكلك انت يا برج الدم تطلع من الصمت. الاحتفاظ بشيء داخلك فترة طويلة انت بدك تخرج منه. انت طالع من الطاقة النارية، عندك شيء كنت محتفظ فيه لفترة طويلة وانت حابب تفصح فيه. احتمال انت حابب تفصح لمشاعرك للشخص هذا، او انت كنت محتفظ في هاي العلاقة وانت بدك تفكك منها، خلاص بدك تطلع من هاي العلاقة. احتمال انت كنت تراقب هذا الشخص وانت بطلت تراقبه، بطلت مهتم للشخص هذا. انت حتى طاطا يعني، انت حتى شفتك اله مقلوب. انت شايف ان هذا الشخص اللي عليه احتمال ضحك عليك في الماضي مثلا، وخلاك تشوفه بصورة صحيحة من الأمر، شفته شخص جدي وعملي وجميل مش عارفة، أنا حاسة أنه طالع من نفسك هذا الشخص، بس أنت فايت تشوف إنه شو وضعه. أنت شايفه إنه هو لا يصلح لك أو مش مناسب إلك، أو شخص مثلا بيحبش يجتهد ويشتغل، يكون معاه مثلا فلوس عمل. كمان انت شايفه طالب من زواج. الشخص هذا حاليا في مفترق طريق. الشخص هذا في شيء بيفكر فيه ضمن دائرة الزواج او ضمن دائرة علاقة ما هو فيها. الشخص هذا احتمال يكون مشغول في عمل على الانترنت، احتمال يكون مشهور، مع ان انت شايف انه هو لا مشهور ولا اشي. يعني انت اكتشفت في شيء غلط كذب عليك فيه. الشخص اللي شايف حاليا هو بيراقب فيك على فكرة، كتير متابعك، والشخص هذا مشغول في عمل بخص نوع من انواع عمل مثلا طائفي، أو مثلا الشخص هذا مثلا صحفي بمرق من مدينة لمدينة، بتساءل عن الأديان مثلا أو عن الأحداث الوطن. يمكن مش صحفي مثلا عام أو دارس صحافة، بس يمكن إنه شخص مثلا يوتيوبرز وبينزل مثلا مشاكل العالم، مشاكل أوضاع الوطن. الشخص هذا في عنده بداية عمل جديدة. الشخص هذا شكله مشهور، مع يعني معروف، أو هو في مفترق طريق مع شخص آخر. خلينا نشوف، أنا أشوف الكروت بس من طاقتك أنت مش حابب هذا الشخص، مش حاسس حابب. لأن أنت إحساسك من ناحيته كسر قلبك أو شيء يعني. خلينا نشوف درجة التالي. Let go of control أساس، في سيطرة لازم تتركها. في شخص منكم مسيطر، احتمال أنت طلعت من السيطرة أو من سيطرتك على مشاعرك شيء منك. طيب انتو شكله العائق اللي بيناتكو، لا في حدا منكو مدمن، في ادمان كده بنتك، في ادمان، في ادمان عاطفي، او في حدا مش قادر يطلع من الماضي. هيدا الكرت شو بسوي؟ طيب خلينا نشوف. في إدمان عاطفي وفي سيطرة، في حدا مسيطر إما أنت أو هو، بس أنت شكلك طالع من السيطرة، يعني شكلك أنت خلاص تسيطر على الموضوع. طيب هون بحكولك التواصل، لازم يصير تواصل بيناتكم، يعني تواصل بوضوح. وهون بحكولك خلال الأشهر القادمة، في غضون الأشهر القليلة القادمة. خلينا نشوف شو في.
من انت شايف الشخص هذا بنسبة الإدمان، كارثة الإدمان، فين انت شايفه انه مدمن هو مش محافظ على صحته ومثلا عماله بتسيء حالته للأسباب؟ هنشوف سنفوت بعمق القراءة لبين ما عملتش، نكشف كل شيء، نحلل، نتعمق في الشخص هذا ونعرف لك يا برج الدم. الشخص ده رافض يتشافى من شيء، الشخص ده يا مدمن أو مريض وما بدوش يتشافى، موقف فترة شفائه. طب هون بيحكوا لك صعود التعلم وتجاوز العقبات والتوسع وفرح ومرحلة جديدة والإعداد للاتحاد. يعني انت بدك تتحد مع نفسك. انا طبعا مش انا بامنش فيه، بس انا بحكي لك انت بدك تطلع لمرحلة جديدة، وانت فعلا انت طالع من انك تسيطر على العلاقة، وانك انت تضل تلاقي حلول للشخص هذا، وانك انت تضل تسيطر على المواقف اللي بيسويها الشخص هذا، كانك حاولت تعالجه، حاولت تنصحه وترشده. الشخص ده كان مثلا فيش عنده استيعاب لك، او ما كانش يستوعبك، او ما كانش يرد عليك، فانت مقرر تطلع من هاي العلاقة. انت طب هارت وايت اوكي، طبعا القلب مفتاح، رحب بالحب، لقاء شخص، افتح قلبك، ستجتمعين مع بعض في اكتمال. اكتمال المفتاح، القلب والمفتاح، يعني في حدا بيفتح قلبك يا برج الدلو. احتمال مش الشخص هذا، احتمال انت راح تطلع من هاي العلاقة، بس هون بيقول لك في غضون الأشهر القادمة لكم. طيب عفوا يا جماعة، خلينا نشوف. أول شيء الشخص هذا ستار بس مقلوبة، الشخص هذا رافض يتشافى من شيء، رافض الشفاء تماما قطعيا. الشخص هذا ماله شيء وهو رافض الشفاء، وكأنه حالة الشخص هذا مثلا حدا بيحاول يطلع من إدمان، احتمال عنده الإدمان كده بنتاج عنده، فاحتمال الشخص هذا مدمن على شيء وهو رافض إنه يطلع من الإدمان. احتمال الشخص هذا مدمن علاقات، مش شرط مدمن خمر أو مخدرات أو شيء، احتمال يكون مدمن علاقات وهو رافض رافضا قطعيا انه يخرج من هذا الادمان. طب خلينا نشوف شو مشاعره من ناحيتك. الشخص هذا بحبك جدا جدا، انت مسيطر عليه، انت مسيطر عليه لدرجة كبيرة. الشخص شايفك انك طيب ومشاعره رايحة اليك. احتمال هذا الشخص يمكن، انا مش راح احكي اكيد، ولكن مقلوبة لا ما خلصش الشفاء. الشخص هذا، الشخص هذا عارف انه انت شفاءه على فكرة، شعر انه انت اللي بس تشفي وانت اللي بتسيطر عليه، او بتسيطر على مرضه، او بتسيطر على نفسيته، او لما يشوفك بروق احتمال انه انت كنت تحاول تساعده وتدعمه، وكان مثلا يتغاضى ومثلا نصائحك، لكن كان لما يسمعها كان يعمل فيها بس من وراك مش امامك، بنحبه ليك. الشخص ده يحبه جدا جدا، انت مسيطر على عقله وقلبه. طيب انت كيف عقله الباطني؟ هو شايفك انك انت تعبت معاه في العلاقة جدا، شايف انه انت بس الشخص اللي ممكن تتحمل هذا الشخص. احتمال هذا الشخص بفوت من علاقة لعلاقة وانت دايما بتكشفه، وزي خلاص نفذ صبرك من هذا الشخص. الشخص هذا شايف انك انت مستحيل ترضى بالصلح، مستحيل ترضى بالصلح، لانه له دفتر ماضي معاك هالقد. الشخص هذا شايف انه انت توازنت وتشفيت من كل شيء عمله فيك، شايف انك انت خرجت من المرحلة الصعبة معي، وشافك انك انت عنيد، عند شديد يعني، عنيد عنيد، بتكابر على نفسك، لما تبعد عنه بتكابر لاخر لحظة.
هو شايف انك انت تركت العلاقة وفليت رحت، شايفك انك انت استقريت مع نفسك وبديت بداية جديدة وتوازنت مع نفسك، وشايفك انك انت زي هربت هروب من هاي العلاقة، شردت، وشايف ان هاي العلاقة حلوة لكن بدها مجهود منهم مش منك انت يا برج الكلب. هو شايف انه في اختلافات بيناتكم، في العائق اللي شايفه في اختلافات بيناتكم هاي العلاقة. احتمال انك انت شخص مثلا عقيدة مثلا شوي يعني حشرية او ملتزمة، وهو من عقيدة كل شيء مباح عنده، يعني مثلا العلاقات عنده مباحة، مثلا شرب الخمر مباح، اي شيء عنده مباح. احتمال هذا الشخص مثلا ما بيأمنش في اي دين مثلا. الشخص شايف انه هو كمان بده تغيير، هو بده تغيير، وشايف في عائق بيناتكم مش مدينة لمدينة، احتمال مدن احتمال، لكن الشخص هذا شايف انه العائق الاكبر يمكن ادمانه، يمكن ادمانه. وكمان شايف هذا الشخص انه العطاء بينكو في هاي العلاقة، يعني انت معطاء اكتر منه، هو زي الطفل الصغير انت دايما بتعطي، هو زي الطفل بين ايديك، وشايف انه انت في مستوى اعلى منه، اعلى بكتير اعلى منه، وانت من عالم اخر، هو من عالم اخر، من عالم اخر. إيه هو شايفك انك انت شخص صبور، صبور جدا جدا، وشايف انه انت شخص متوازن وشخص معطاء لكنك مسيطر، بتحب السيطرة. مش شايف انا الشخص انك صامت، بس شايف انك انت صبور، وانت قبل ما مثلا تقدم على الشيء لازم تبحث عنه جيدا عن كل تفاصيله. شايفك انك انت بتحب تساعد، تساعد الاخرين، تساعده هو يطلع من مثلا من ازمته، من ادمانه، من مثلا العلاقات اللي هو فيها. شايفك انك طيب لكن طيبك له حدود، يعني اذا تعديت هو انت بترجع لورا، خطوه لورا. شايفك انك انت بتشفق على الناس اللي هم زيهم، مثلا هم مدمن وانت عندك صار عقدة منه، مثلا تشفق على الناس المدمنين، عندك شفقة من ناحية الشيء. وشايفك انك انت برضو كريم، كريم في العطاء، بس شايفك طيب جدا ومتوازن، وانت صاحب العقل والقلب معا، وشخص على فكرة انت ما تضحكش عليه بسهولة. يعني الشخص هذا مثلا انت مثلا بتقول له انت مثلا رحت لمركز تتعالج، يقول لك اه صح، ورحت وانا بلشت علاج شيء، انت مصدقش. طب مش بسهولة انك تصدق، لا انت بتشك، عندك شكوك مصداقية هذا الشخص ومصداقية كل اللي حواليك على فكرة. يعني وشايفك انك انت شخص ممكن انت اكبر منه سنا، ناضح عندي، يعني الاعمار مش كتير لكن يمكن انت ناضج، احتمال تكون اكبر من الناس، احتمال. احتمال هذا الشخص انه بده يروح يتعالج في بلدة اخرى، في بلدة اخرى، احتمال بده يعتنق ديانة اخرى، يخرج من اللي هو فيه عن طريق سفر، عن طريق مثلا يروح مركز عالمي في دولة غير دولته، مثلا الشخص ده بدوش حد يعرف انه هو مدمن، فبده يروح ويرجع ولا معاه اي شيء، يعني انه هو مش مدمن ويرجع طبيعي. انت كيف شايفه؟ او انت كيف شايف العلاقة عامة وكل شيء؟ انت شايف انه الشخص هذا كسر لك قلبك، وانه الشخص هذا حملك شيء فوق طاقتك، وانت شايف ان هاي العلاقة مفيش فيها استقرار، وانها علاقة يعني انت بتموت في البطيء فيها، وانها هي موجعة قلبك ومهلكتك،
وانت شايف فيها فرصة، لكن هاي الفرصة بدها شغل يعني جامد، شغل جامد. وشافك الشخص ده بتحاول تسيطر عليه او تسيطر على الشيء اللي عنده، في الشخص ده ما له شيء، اما مريض مدمن، الشخص ده ما له شيء، الشخص ده ما له شيء. خليني اشوف بس قلت التالي كل سنين بس صار عندي فضول أعرف شخص سلام ولا لا. أنت لأن شايفها أخلاقه صعبة صعبة وكسرت قلبك وأنت مليت منها من كتر التأثيرات اللي فيها، أو من كتر ما هي كأنك وقعت في مأزق مع هذا الشخص. نشوف الشخص هذا شماله، مقلوبة، 3 of wands مقلوبة، مثلا الشخص هذا مريض، الشخص هذا في شيء هو حاول يداريه بس ما ضبطش معاه، ما ضبطش معاه. الشخص هذا بتاع علاقات، مدمن علاقات، خاين الشخص هذا أو مدمن علاقات. خليني أقلبها أصححها. الشخص هذا مخادع على فكرة، مخادع. الشخص هذا بفوت من علاقة لعلاقة و خداع، وانت عارف، انت عارف، عشان هيك انت نزل من نظرك، نزل من عينك، نزل من عينك. انت في الماضي كنت شايفه هيك، انت صرت شايفه كعلاقات وخائن وانت بدك شيء. انت حاولت تعالج امور الخيانه وامور الطرف الثالث، بس هو فشل في انه يداري هاي الامور. الشخص هذا الفايف اوف سورد غدار، الشخص هذا، والشخص هذا بفوت علاقة بأخذ الشخص الآخر اللي بفوت معاه لفة حوالين حاله وبيرفع منه، وانت شخص أكتر شخص جذبني وانت وانت، وفجأة بتعمل في الظهر وبحاول يداري، لكنه بنكشف بحاول يداري عنك علاقات الشخص ده، لأن أنت شايفها علاقة صعبة وأنت كسر قلبك وفات طرف آخر فيه معاك، وأنت دايما تكتشف خياناته مثلا تغطي عليه، وأنت دايما صبور، وأنت دايما أنت شايفها علاقة مميتة. أنت شايف إن علاقة هي تنفع تستقر فيها إلا لما الشخص هذا يطلع من الإدمان، سواء إدمان علاقات او ادمان مخدرات او ادمان اي ايا كان، او الشخص ده نصاب يفوت علاقات عشان ياخد مثلا فلوس من الاخرين، ابتزاز مثلا، مثلا طبعا، او مثلا الشخص ده بيعمل علاقات مثلا عمل وبضرب ضربته وبهرب، ومثلا يعمل فيك كذا كذا فصل. طب شو نوعيات الشخص هل راح يرجع ولا لا؟ الشخص هذا نامي يضل في اللي هو فيه.